شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان اختصه الله عز وجل بخصائص، ولهذا ينبغي لنا أن نفرح بقدومه وأن نسر به، لأنه موسم خير. أرأيت التجار إذا أقبلت مواسم التجارة يفرحون أو لا؟ يفرحون ويستعدون لها ويسافرون إليها. وتجارة رمضان أربح والله من تجارة التجار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هذه والله التجارة، لأن تجارة الدين يا إخواني، تجارة الدين تجارة في الدنيا والآخرة، وتجارة الدنيا إذا لم تكن على وفق الشريعة فهي خسارة في الدنيا والآخرة. عليكم بتجارة الدين. إننا نستقبل موسما عظيما وهو شهر رمضان الذي خصه الله عز وجل بخصائص، منها أن الله أنزل فيه القرآن. وإنزال القرآن نعمة عظيمة كبرى، لأن الله تعالى أنزله شفاء لما في الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بقيق، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.